في محطتنا التالية كمان مايا رح تتلقى اتصالاتكم على الهواء أكيد مع أولادي بالدنيا. صباح الخير. صباح النور غادة، كيفك اليوم؟ طبعا ما بعرف مع هالريحة اللي جاية من ورا كيف بده يحكي الواحد. قتلنا من عبكرة، مش عارفة لأنه شيء كتير بشهر. من الساعة 8 عبكرة طالعة ريحة التحضيرات أي ما عند الشيف فيصل. كنت عم تقولي لي بدنا نحكي عن الاولاد والصيفيه وقديش هيدا. انا اليوم كنت عم بحكي شوي انه كيف معقول يقضوا الاولاد وقتهم، وكنت عم بقرا هيك دراسه مهضومه انه ليش ما بنرجع على الاشياء الطبيعيه طبيعيه، يعني الحبله والايكس وال مزبوط وباتاينا فال على الورقه وهيدول الاشياء، تبين انه هول الاولاد بيقضوا فيهم وقت وبيتسلوا لان يعني بيطلعوا انرجي أكثر من إنه أعطوهم آيباد أو أعطوهم قعدوهم قدام ما بعرف شو البلاي ستيشن وإلى آخره. هيدا حكينا عنه الأسبوع الماضي الموضوع غادة، كيف نحن بدنا نعمل جهدنا نأمن نشاطات بالصيف لأولادنا أن سبيرال، بيكونوا على شكل سبيرال، يعني بيكونوا لاقطين كل الأنواع من النشاطات، يعني شوية آيباد، شوية بلاي ستيشن، شوية طبيعة مثل ما عم بتقولي، تراب، زهور، شجرة ليمون. يعني هي عم بتقول إنه الفكرة إنه رجعوا على الأشياء، يعني ما تكسروا راسكم كثير بأمور معقدة ويا لطيف، هن الأشياء البسيطة اللي بفتكر أبسط شيء بيكنيك مثلاً، انه ابسط شيء بيكنيك بالطبيعه، صحيح. يعني امور معينه بتفتكر اصلا بتبسطهم وبتقضي لهم وقتهم اكثر من الامور التكنولوجيه اللي هي مامنه كل فصل الشتاء بفتكر لهم. بس انا بدي جاوب سيده قبل ما ناخذ اول اتصال، عنا اتصال جاهز ايه؟ ناخده بنرجع نجاوبها. يلا ليلى على الخط. الو الو، صباح الخير. صباح النور، تفضلي. الف عافيه، تفضلي. عم بسمعك. يا حبيبتي انا ابن بنتي عمره 3 سنين. نعم. هذيك السنة كان كتير وضعه النفسي مرتاح ومنضبط. هلأ أمه حامل كانت وولدت، تغير كتير سلوكه، صار عنده هيك يعني كتير حرك، كتير بيكل شوكولات، كتير بيطلب عصير، ما بيترك لما بيفتحه، ما بيترك سجاد لما بيوقعها، يعني لعبة بيكسرها. كان كتير هاد وكتير بيفهم بيركز، بس اختلفت شخصيته هالسنة جدا. أوكي. وحابين هيك من حضرتك شي هيك إرشادات أنه نرجع نضبطه لهالصبي الذكي المحكي. كتير مهضوم وكتير مرتب بس صار عشيقي بالخالص. قد ايه عمره البيبي صار؟ البيبي هلا الجديد عمره شهرين. اوكي. يعني انت عم بترشحي لنا انه في مثل حالة غيرة سببت هالاشياء. نعم. لانه صار في انقلاب بسلوكه. يعني نعم، هو بشكل عام كتير حرك. اوكي. طيب هلا اول شيء، اول نصيحة بدي اعطيك اياها انه مخصص له وقت زيادة. يعني بمعنى انه اذا بدي انطلق من احتمال انه هو عم يتاثر بوجود البيبي بالبيت، بتعرفي بهالعمر بده كثير عنايه كمان. بدنا نخصص له وقت، هي اول نصيحه بعطيها. وقت بقول بنخصص له وقت، يعني انت بتعرفي انه اول اشهر من عمر الطفل بتكون اسهل شوي لانه الطفل بينام يمكن لاكثر من ساعتين، وبالتالي بقدر انا اقعد مع الولد البكر بالبيت. خصص له وقت، يعني العب انا وياه، اتشارك انا وياه، يعني امزح، العب بالمعجون، بات امودلي، بلايدو انا وياه، يمكن اعمل انا وياه بانتور، اي شيء بس يكون في مشاركه نوعا ما. وما حسسه انه حتى بالوقت اللي انا عم بهتم فيه بالبيبي ممكن تكون حديثه موجه له، يعني اذا انا عم حفض او عم بعطي حليب او كذا، بس كون حديثه موجه له ببعض الاوقات، اساله يمكن شو عامل بالنهار مع بيو، شو عامل عند سته، عيط له حتى بوسه، يعني بدي حسسه ب اتنشن او بانتباه موجه له. منا ابدا شغله صعبه تنعمل، شوي مفروض انا حسسه انه مجيء هالطفل الجديد منه صار مثل عائق، ولا انا ما بقى عم بقدر اعطيك اهتمام بنفس الطريقه اللي كنت اعطيك فيها اهتمام قبل. اللي عم يعملهم هن مرجح انه بداعي لفت النظر له، مشان هيك بفضل اذا عايش حاله غيره ما نعاقبه على اللي عم يعملهم. يعني مش انه اذا وقع العصير قاسسه، بدي اخذ الاشياء بشكل ايجابي. عرفتي كيف؟ يعني اذا وقع العصير مره ورا مره بقدر انا افسر له انه تعال ننظفهم سوا، مرت الجاي بدك تنتبه اكثر، لحتى هو يحس انه مش هو المستهدف، لانه نحن بنعرف انه لما بيكون في طفل بالبيت ما حدا عم بيصرخ بيعيط على هالطفل الجديد بالبيت. صحيح.
وبالتالي الكبير انا كشخص كبير بحس انه ايه معي حق عيط عليه ليك شو عمل، بس هو ما عم بحلل مثلي، هو عم يطلع وعم بيقول طب ليه انا عم بعيط علي ومش عم بيعيطوا على التاني. 100% 100% واعطيه مسؤوليات، مش ضروري مسؤوليات اهتمام بالطفل، اذا هو بده اوكي، بس مسؤوليات تانية انه انا بقدر اتكل عليه، انه بقدر حمله كيس صغير اذا رجع من السوبر ماركت مثلا. عد عمره بس عفوا، بس كمان حبيبتي هو كان نطفان واحلاه وبالكوش ما بيعمل، رجع صار هلا بالعكس ما عم فوت على الحمام، غيران مزبوط الهيئة، داري بتدوز على الاخر، داري بتدوز بالغيرة على الاخر. حبيبي كثير متضايق. شكرا لكم، انا كثير بحبك غادة وبحبك مايا، شكرا لكم. ميرسي لك. ثقيلة هيدي المرحلة. ايه. لأنه الأم بتحس حالها أنه شو ما عملت مش عم تقدر تخلص، لأنه يعني أوقات الغيرة بتتحكم بالولد، بس بيمشي الحال، طولي بالك شوي، يعني البيبي عمره شهرين بس. ايه. أنه بيمشي الحال، بعتبره بعد ما تعود على وجود طفل دجا بالبيت على الفكرة، بدنا نطول بالنا وبدنا نعطيه الاهتمام اللي هو بحاجة له. كنا عم نحكي قبل ما نرجع ناخذ اتصال، عم بتقولي في كان سيدة قبل اتصلت لحتى تسألك عن الكولوني. مزبوط. ابنها عمره 7 سنين، عم بتخبرنا انه من اول ما بلش بالكولوني، يعني من اول شهر جولاي او تموز، عم يبكي الصبح، عم بينق ما بده يروح، وعم بخبروها انه بالنهار ما عم بيكون مبسوط، يعني مش انه عم بيشارك مثل ما لازم بالنشاطات، وحتى لدرجه انه بس تروح تاخده من الكولوني بيكون عم يبكي وعم بينق. يعني عم تسالني انه اذا بتخليه ولا بتشيله. هلا اذا في حدا يهتم فيه، اذا هي فيها تقبل له نشاطات نوعا ما، او بتعرف التيتا الله يخلي كل التيتايات موجوده وهيك، يعني انا بفضل انه ما بقى في شيء بالصيفيه، انه اخر ايلول تقريبا، وفي بعض المدارس نص ايلول يعني الدخول للمدرسة، انه يعيش الصيفية بطريقة هو يكون مبسوط فيها. يعني اذا في احتمال حدا يهتم فيه، اذا كانت هي بتشتغل، لانه ما ذكرتي لي هيدا الموضوع، اذا انت بتشتغلي انا افضل انه اكيد يعمل شيء ينبسط فيه بالصيفية، وما نحس بالذنب اذا نحن كل ايام الاسبوع حطينا اولادنا عند ستهم وجدهم مثلا، وبس سبت واحد كنا متوفرين. الصيفيه مش يعني انه نحن كل يوم نضهر اولادنا، يعني انا بقدر لما برجع من شغلي اعمل شيء مهضوم انا وياهم ويتسلوا، مش انه الصيفيه انه الصبح العشيه الولد بده يكون برات البيت مهمشل بالطرقات، يعني سبت احد بكفي ماشي الحال، بعدين بدنا ميزانيه كمان اكيد. فأكيد بدي أنا بقول السيف للأولاد ينبسطوا، يعني ما نجبرهم يعملوا شيء هن ما بدهم إياه، خاصة بس يبلشوا يكبروا. في بعض الأولاد بيرفضوا الكولوني، يعني بحسوا إنه خلص أنا هالالتزام اللي التزمته بالمدرسة كل الشتاء بدي أرتاح منه شوي. عندنا سهير معنا على الخط. ألو. ألو بونجور. بونجور. بليز بدي أسأل الدكتورة. إيه تفضلي. إيه بليز هاي. بليز أنا فضل. عندي توينز، صبي وبنت عمرهم 2 سنين و8 أشهر. عندي مشكلة بالصبي انه بدأت تقب الحكي، يعني لما بده يحكي بيقول لي ماما 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 انا كذا مثلا. اوكي. البنت لا بتحكي مطلق، وطول الوقت هو ما بيعرف يعبر، يعني مثلا بده شوكولا بيوقف بصير بيبكي، يعني اولا 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 هو بيحكي عادي ومش دائما بيحكي هيك، يعني اوقات بيحكيكي طبيعي واوقات بصير انا رحت لهونيك. ايه بصير يتقتل. بصير بتقتل. ايه دايما هيك دايما دايما، ولما بده يطلب شيء ما بيقول لي مثلا مامي بدي شوكولا، لا بيوقف بصير هيك بيبكي. اوكي. وشوكولا شوكولا عرفتي كيف بصير. من اول ما بلش يحكي عم بتقتل ولا مرق بفتره ما في تقتل او بعدين بلش؟ لا من هلا هو ما بيحكي جمل مطلقه مثل اخته. هيدا اللي كنت بدي اسالك اياه، هل انه هي حكيت قبله؟ هي حكيت قبله صح. ايه ودبدبت قبله كمان كل شيء هي قبله. اوكي. فما بعرف انه شو حل هالمشكله، انه ليش هالتقطقه، يعني عم بتقطقه ومش دائما، اوقات بيحكيكي طبيعي واوقات بتقطق، وكل ما بده غرض ما بيطلبه، ما بيقول لي مثلا ماما بدي شوكولا او ماما بدي ترتين، بصير بيبكي وبدي هالشغله هيك. اوكي. عم بتحسي عليها انه هي مسيطرة عليه، يعني عم بتحسي هي مسيطرة عليه؟ ايه مظبوط. يعني حتى لدرجة انه اوقات اذا بده يفهمك شو بده ما فهمت المساج مظبوط، مثل بتسكته بتحكي هي بتقلك هي شو بده؟ ايه. اوكي. صح. هلا دايما هي المسيطرة، دايما هي الليدر بالبيت، يعني دايما هي، يعني هو دايما بيلحق شو ما بتعمل. دايما هي الاقوى منه. الله يعينه. يعني هي حتى بتعمل عليه معلمة، يعني اوقات بتقلدني مثلا، بتيجي بتقول له ريان اقوى
ليش عملت بيبي لا كثير هيك لا واقفين اياها كثير هيك الصبي بده يطور شخصيته كمان يعني عم تاكل له شخصيته لا مو مفروض ابدا اكيد المفروض هي تتدخل اول شيء مزبوط يعني بتصرخ عليه قطيت عليه كاني انا كيف انا لما عيت علي هون بتروح بتقلدني بتنفذها فيه هو اوكي خليني اجاوبك فيك تسمعيني من التلفزيون اذا بتحبي هلا اول شغله بهيدا العمر كثير بكير تنفكر باخصائي بتقويم النطق بأورتوفونيست بعدنا كثير صغار ما بنفكر ابدا بأورتوفونيست بهيدا العمر خاصه انه هو عم ببلش يحكي انا بفضل اول شيء نفصل بين موضوعين موضوع التأتأة وموضوع النق لان هن موضوعين مختلفين في يكون مرتاح مزاجه منيح وعم يحكي بس عم بتأتئ وفي يكون مفقوس بس عم بيقول لك بطريقه فيها نق وهرقه نحن بنسميها بين مزدوجين يلي هي انه بده شوكولا مثلا هلا موضوع التأتأة ما بدي صلح له شو بيحكي يعني تأتأ مثلا بدي روح مشوار او اي شيء تأتأ بالجمله برجع بعيدها بالصيغه المضبوطه انا يعني بقول له عن جد مامي بدك تروح مشوار وين بدنا نروح يعني يسمعني عم عيد صياغه الجمله بشكل مضبوط بس ما اطلب منه انه هو يصحح هلا انا كثير بحب اذا فيك يكون عندك اوقات برايفت يعني خاصه حصريه لإلك ولإله تتحدثوا فيها يعني تجيبي قصه زغطوره هيك تخبري قصه ابو خمس دقائق يكون عندك تحاور انت وياه اذا انت عم تطبخي بالمطبخ مثلا ما تكون هي موجوده اخته يعني يكون هيك حر يعبر عن افكاره مثل ما بده ما يحس انه في حدا تاني اقوى منه وبالتالي في حدا تاني رح بياخذ الكلام عنه اذا هو اثر بالكلام كمان هيدا الشيء ممكن انه ياثر موضوع النق صار موضوع تاني اذا طلب اي شيء بصيغه نق ما بعطيه وبقول له بكرر عليه السؤال انه شو بدك وهون فيني اطلب منه انه مامي قل لي ماما بدي شوكولا هون فيني اطلب منه فيني احي له انه انا ما عم بعطيك اللي بدك اياه اذا الصيغه اللي عم تطلب فيها هي صيغه نق بتعرفي في اولاد حدا بيطلبوا بهيدا العمر سنتين ونص مثلا بصريخ شو بدهم بصريخ يعني بصرخوا عليك بشكل عن جد في صريخ كثير قوي كمان بقول للاهل انه ما نعطي الولد طلبه لما بكون عم بصرخ يعني يتعلم الولد انه يطلب الشغله بشكل مزبوط دقيق الحديث مشان هيك انا قلت لها انه هي لازم تتدخل يعني اذا عم تقول انه الاخت عم بتعيط او تاخذ الكلام بدها تقول لها انت ما تتدخلي مزبوط بعدين صارت تفهم تقريبا 3 سنين رح يصير عمرها مزبوط ميرسي لك مايا ميرسي غاده كمان مره بريك وبنرجع بنتابع نحن وياكم فخليكم معنا